ومن اهم المهام اللي بنتشرف بيها يا فندم عمليه الرصد الميداني ومتابعه التنفيذ مع كافه الجهات الشريكه. الرصد الميداني يا فندم بيتم ادارته من خلال 7 منسقي اقاليم موجودين في غرفه العمليات المركزيه بالقاهره. بيتفرع منهم 2 منسق لكل محافظه، و2 منسق لكل مركز، ومنسق لكل قريه. ده بالاضافه لاكثر من 21,000 متطوع منتشرين في كل قرى المبادره. دورنا في الرصد الميداني يا فندم اننا نساعد ونقدم الدعم للجهات التنفيذيه في رصد مشاكل واحتياجات القرى في كل قطاعات المبادره، وده بيتم من خلال الحوارات المجتمعيه اللي سيادتك وجهت بيها مع اهلنا في القرى دي. بعد كده يا فندم بيجي دورنا في المتابعه والتنسيق مع كافه الجهات الشريكه في المبادره، سواء رئاسه مجلس الوزراء، الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، الوزارات والهيئات الخدميه، وكافه المؤسسات المجتمع المدني، وكذلك حتى مقاولين التنفيذ على الارض يا فندم. هستاذن سيادتك يا فندم دلوقتي في استعراض محاكاه لعمليه الرصد الميداني على الارض من خلال غرفه العمليات المركزيه في القاهره، ثم ننتقل لاستعراض بعض المشاريع من على الارض. ائذن لي يا فندم ننتقل لغرفه العمليات. اتفضل يا احمد. مساء الخير يا فندم، انا المهندس احمد امجد مسؤول غرفه العمليات المركزيه للمشروع القومي حياه كريمه، حاصل على ماجستير هندسه اتصالات وخريج البرنامج الرئاسي. اسمح لي يا فندم استعرض سريعا هيكل غرفه العمليات. الغرفه تنقسم الى 4 وحدات رئيسيه، وحده المتابعه الميدانيه، وحده المتابعه الاعلاميه والرقميه، وحده التحليل والتوثيق، وحده قاعده البيانات والخريطه التفاعليه. بالنسبه لاعمال الرصد الميداني يا فندم، بنقدر نقوم من خلالها بتنفيذ كافه اعمال الرصد والمتابعه الميدانيه لسير العمل بالمشروعات، ومتابعه معدلات التنفيذ بالقرى، والتصوير الفوتوغرافي لتطورات الموقف التنفيذي. في اطار متابعه العمل الميداني، بنقدر يا فندم نتابع خطه الانتشار وتمركزات العناصر الميدانيه بالمواقع المختلفه. بنقوم بالاتصالات المباشره بالعناصر من خلال الفيديو كونفرنس من مواقع العمل، وتلقي التمامات والتوجيه بالخطط العمل والمتابعه الدوريه. اما بالنسبه الى وحده المتابعه الاعلاميه والرقميه يا فندم، فاحنا بنقوم بعمليه الرصد والمتابعه والتقييم لكل ما يتم تداوله عن المشروع القومي حياه كريمه. وكمان يا فندم بنقدر نحقق التواصل الفعال مع المواطنين من خلال قياس نسب التفاعل والتاثير، وتلقي رسائل المواطنين وتشمل الاقتراحات والاستغاثات. وايضا يا فندم بالنسبه لوحده التحليل والتوثيق، بنقوم بتحليل ومعالجه البيانات واصدار التقارير المصوره ومعدلات التنفيذ، وايضا توثيق الاعمال لاغراض التقييم والتطوير. واخيرا يا فندم، وحده البيانات والخريطه التفاعليه، وهي منظومه نجحنا في بنائها وتطويرها بايدينا بنسبه 100%، وبنقدر من خلالها متابعه واستعراض كافه المشروعات بالصور والاحداثيات الجغرافيه. للعلم يا فندم، كل انشطه الغرفه المركزيه بتتم بالتنسيق الكامل مع غرفه عمليات رئاسه مجلس الوزراء وكافه الجهات التنفيذيه على مدار الساعه. ايوه يا فندم. شكرا يا احمد. ودلوقتي يا فندم بعد استعراض عمليه المحاكاه من غرفه العمليات، هستاذن سيادتك ننتقل لمتابعه بعض المشروعات من ارض الواقع، وهنبدا بمحافظه بني سويف. اتفضل يا محمد. مساء الخير يا فندم، مع حضرتك محمد علي جبر، منسق عام حياه كريمه محافظه بني سويف. انا متواجد حاليا يا فندم في قريه الرياض التابعه للوحده المحليه لمركز ومدينه ناصر، ومعايا يا فندم السيد رئيس مدينه ناصر والسيد رئيس هيئه الابنيه التعليميه. عدد السكان يا فندم حوالي 18,000 نسمه، عدد المشروعات يا فندم 14 مشروع بتكلفه تقديريه حوالي 100 مليون جنيه. احنا متواجدين يا فندم حاليا في المجمع التعليمي بالرياض اللي بيشمل يا فندم مدرسه تعليم اساسي، ودي بتشمل يا فندم 33 فصل بتكلفه تقديريه حوالي 10 مليون جنيه بنسبه تنفيذ حوالي 70%. والمدرسه الثانيه يا فندم مدرسه تعليم فني، ودي يا فندم بتشمل 12 فصل بتكلفه تقديريه حوالي 11 مليون جنيه وبنسبه تنفيذ تعدي 70% يا فندم. الجدير بذكر يا فندم ملحق بيها مبنى الورش، ومبنى الورش ده يا فندم بيتكون من 3 طوابق، والثلاث طوابق لثلاث ورش يا فندم. والجدير بالذكر كمان مره يا فندم ان المدرسه الفنيه هي المدرسه الفنيه الوحيده المتواجده في نطاق مركز ناصر، يعني هتخدم يا فندم على حوالي نصف المركز ب 10 قرى بتوابعهم وبعزابهم وبمنجوعهم، يعني بنتكلم في حوالي 200,000 مستفيد يا فندم. شكرا يا فندم، اي اوامر يا فندم.
ننتقل دلوقتي يا فندم لمحافظة البحيرة ومشروع آخر من مشروعات مبادرة حياة كريمة. اتفضل يا مهند. مساء الخير يا فندم، مع سيادتك مهند الجيار منسق حياة كريمة في محافظة البحيرة. احنا موجودين في قرية شرنوب التابعة لمركز دمنهور. بيتواجد معايا السيد رئيس مركز ومدينة دمنهور، السيد المهندس مدير المشروعات في القرية. عدد سكان القرية يا فندم 33400 نسمة تقريبا. عدد المشروعات اللي بيتم تنفيذها في القرية 10 مشروعات، ما بين مدرسة تعليم أساسي، محطات صرف صحي، ومجمع خدمات متكامل. احنا دلوقتي يا فندم موجودين في أحد المشروعات المدرجة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهو مشروع إحلال وتجديد مركز شباب شرنوب، اللي بيتكون من مبنى إداري فيه صالة أنشطة، فيه وقاعة مناسبات، وملحق به ملعب خماسي من النجيل الصناعي، وملحق به كذلك يا فندم ملعب من الإكريليك بيمارس عليه أكثر من 13 رياضة مختلفة. شكرا يا فندم، وأي أوامر سيادتك. وننتقل لمحافظة الوادي الجديد ومشروع آخر يا فندم من مشروعات مبادرة حياة كريمة. اتفضل يا محمد. مساء الخير يا فندم، مع سيادتك محمد رجائي منسق ميداني حياة كريمة بمحافظة الوادي الجديد. احنا دلوقتي موجودين في قرية الصحوة في مركز الدخلة، ومعايا دلوقتي سيد رئيس مركز ومدينة الدخلة، وسيد الدكتور مدير الإدارة الصحية بالدخلة، والسيدة المهندسة رئيس قطاع الدخلة بهيئة الأبنية التعليمية المشرف على تنفيذ المشروع. الجدير بالذكر يا فندم ان عدد سكان قرية الصحوة 2000 مواطن، والجدير بالذكر كمان ان عدد المشروعات داخل القرية 10 مشروعات، 4 مشروعات تم الانتهاء منها بالفعل، و6 مشروعات جرى العمل عليها ما بين مشروعات بنية تحتية وخدمات. احنا دلوقتي يا فندم موجودين قدام مشروع الوحدة الصحية بقرية الصحوة، والقائم على تنفيذها لهيئة الأبنية التعليمية ضمن محور الخدمات الطبية بالمبادرة. المشروع يا فندم عبارة عن انشاء وحدة صحية بالكود الهندسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل. الوحدة الصحية هتقدم خدماتها للقرية والقرى المحيطة بها، يعني بتخدم حوالي 10,000 مواطن. الوحدة يا فندم تم الانتهاء منها بالكامل بنسبة 100% بتكلفة حوالي 10 مليون جنيه، وجاهزة لتقديم خدماتها. شكرا يا فندم، أي أوامر تانية يا فندم. أستاذ سيادتك ننتقل لدلتا مصر ومحافظة الغربية يا فندم، ومشروع من مشروعات المبادرة هناك. اتفضل يا زينب. مساء الخير يا فندم، مع سيادتك دكتورة زينب سامي منسق حياة كريمة بمحافظة الغربية، ومعايا دلوقتي السيد المهندس مسؤول المشروع والسيد مسؤول حياة كريمة بوحدة الغريب. احنا دلوقتي يا فندم موجودين في عزبة البدوي التابعة لقرية الرياض مركز زفتة. عدد سكان القرية 3451 نسمة. عدد المشروعات المخطط والجاري تنفيذها 8 مشروعات، بين صرف صحي ومياه شرب وغاز طبيعي وشباب ورياضة وصحة ورصف طرق. احنا دلوقتي يا فندم موجودين قدام مشروع تبطين ترعة ام عبد العال، والقائم على تنفيذه الإدارة العامة لري زفتة. يبلغ طول الترعة يا فندم 2900 متر، تم تبطين 960 متر بنسبة تنفيذ 33% وبتكلفة 6.2 مليون جنيه، والترعة يا فندم هتروي 1500 فدان. شكرا، واي اوامر تانية يا فندم؟ نرجع تاني لصعيد مصر يا فندم، ومشروع من مشروعات المبادرة في محافظة المنيا منسقنا هناك. اتفضل يا احمد. مساء الخير يا فندم، مع سيادتك احمد العمده منسق حياه كريمه بمحافظه المنيا. احنا النهارده يا فندم في قريه اتليدم التابعه لمدينه ابو رقاص محافظه المنيا. معايا السيد رئيس مدينه ابو رقاص والسيد المهندس من الهيئه القوميه لمياه شرب وصرف الصحي المنفذه للمشروع، المشرفه على المشروع اللي يتم تنفيذه الان في هذه القريه فندم اللي احنا موجودين فيه. قريه اتليدم يا فندم يتجاوز عدد سكانها 40,000 نسمه. القرية يا فندم بالإضافة للتدخلات الاجتماعية والاقتصادية وبناء الإنسان بتستفيد من 15 مشروع في المبادرة. أبرز هذه المشروعات يا فندم مجمع الخدمات الحكومية، مجمع الخدمات الزراعية، أيضا يا فندم يتم تطوير الوحدة الصحية طبقا لنظام التأمين الصحي الشامل. كذلك يا فندم يتم بناء مدرسة ثانوي ومدرسة ابتدائي وتعلية دور في المدرسة الإعدادي لزيادة عدد الفصول وتقليل الكثافات. احنا النهاردة يا فندم في محطة رفع إتليدم التابع لقطاع الصرف الصحي في المبادرة. المشروع يا فندم بتنفذه شركة المقاولون العرب، وبتشرف على تنفيذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. المشروع يا فندم وصل في نسبة الإنجاز 70%. مباني المحطة يا فندم تجاوزت نسبة إنجازها 85%. خط الطرد يا فندم طوله 7 كيلو و850 متر، يعني تم انهاء اكثر من نصف هذا الخط يا فندم. ايضا يا فندم شبكات الانحدار اللي بتنقل الصرف من القريه الى محطه الرفع يا فندم طولها 18 كيلو متر، تم الانتهاء من 15 كيلو منها وباقي فقط 3 كيلو متر. المشروع يا فندم سيتم انتهائه بنهايه العام الجاري وبدء التوصيلات المنزليه.
شكرا يا فندم. اي اوامر تانيه؟ هستاذن سيادتك ننتقل لمحافظه اسكندريه ومشروع اخر هناك. اتفضل يا محمد. مساء الخير يا فندم، حضرتك محمد شعبان منسق محافظه الاسكندريه عن حياه كريمه. النهارده يا فندم موجودين في قريه بهيج تبع المركز مدينه برج العرب. موجود معايا يا فندم السيد رئيس مركز برج العرب ومعانا احدى مستوطنات من اهالي القريه. الجدير بذكر يا فندم ان عدد سكان القريه حوالي 50,000 وعدد المشروعات الجاري تنفيذها حوالي 23 مشروع. النهارده يا فندم موجودين في مشروع رفع الكفاءه وتطوير لمركز شباب القريه. مركز شباب القريه يا فندم موجود على مساحه 14,000 متر مربع بيضم ملعبين لكره القدم ومبنى اداري ملحق به عدد من القاعات المخصصه للالعاب الفرديه. كمان يا فندم بنحب ناكد ان ده مركز الشباب الوحيد اللي بيخدم القريه الام وعدد 12 تابع. شكرا يا فندم واي اوامر. استاذ سيادتك ننتقل لمحافظه اسوان. اتفضل يا محمد. مساء الخير يا فندم، مع سيادتك محمد صلاح منسق عام مؤسسه حياه كريمه باسوان. احنا دلوقتي يا فندم موجودين بقريه وادي النوره مركز نصر النوبه. معايا يا فندم نائب رئيس مجلس مدينه نصر النوبه وسيد مدير المشروعات بجمعيه التطوير والتنميه. عدد سكان القريه 18,000 نسمه. تم تنفيذ وجال تنفيذ عدد 7 مشروعات بالقريه. مشروعات بمجال بقطاع الصرف الصحي تم انتهاء من شبكات انحدار المتبقي محطات الرفع والمعالجه. مشروعات مياه الشرب تم تغيير شبكات مياه الشرب وصيانه محطات مياه الشرب. مشروعات الابنيه التعليميه تم انتهاء من صيانه مدرسه حكمه تعليم اساسي وجال صيانه مدرسه كرامه الثانوي التجاري. مشروعات وحدات صحيه تم في احلال وتجديد مدرسه الكرامه ضمن مشروع التامين الصحي. تم البدء في انشاء مجمع خدمي. وفي مجال سكن كريم المشروع اللي احنا متواجدين امامه يا فندم تم تاهيل سكن كريم واللي تم تنفيذه من خلال جمعيه التطوير والتنميه وتم بعدد 275 منزل بتكلفه 7 مليون جنيه. حيث تم التاهيل ب 34,000 جنيه وتم التعليش ب 16,000 جنيه وتم الارامل المطلقات فرش 20 منزل بمشتملاتهم وتم انتهاء من تنفيذ في مارس 2021 ومؤخرا تم انتهاء من حصر 398 منزل لتنفيذهم خلال المرحله الحاليه. وللفلاحين تم تدريبهم على اساليب ري حديثه لايجاد حياه كريمه ليهم. شكرا. اي امر يا فندم؟ اذا يا فندم ننتقل لمحافظه الشرقيه ومشروع اخر هناك. اتفضل يا سعيد. مساء الخير يا فندم، مع سيادتك سعيد عباس منسق حياه كريمه بمحافظه الشرقيه. احنا يا فندم موجودين في قريه قهبونه مركز الحسنيه محافظه الشرقيه ومعانا السيد رئيس مركز ومدينه الحسنيه ومعانا يا فندم المهندس المسؤول عن تنفيذ المشروع. قريه قهبونه يا فندم التعداد السكاني فيها 6,500 نسمه. المشروعات الجاري العمل عليها عدد 10 مشروع يا فندم بيتراوح يعني الشغل فيها فندم في ابنيه تعليميه وصرف صحي مياه شرب. وعندنا فندم احنا موجودين النهارده امام مجمع الخدمات الحكومي بقريه قهبونه والمشرف على تنفيذه الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. يا فندم جدير بالذكر ان المبنى هيكون على مساحه 420 متر مربع، هيكون مكون من 3 طوابق وهيقدم 7 خدمات للمواطنين: مركز تكنولوجي، مكتب بريد، مكتب تموين، سجل مدني وشهر عقاري، الوحدة المحلية والتضامن الاجتماعي. نسبة التنفيذ يا فندم 60% واحنا ان شاء الله مجمع الخدمات هيخدم 7,000 أسرة على مستوى الوحدة المحلية قهبونة بالكامل. شكرا سيادتك واي اوامر تانية سيادتك. نرجع تاني يا فندم لصعيد مصر ومحافظة سوهاج ومنسقنا هناك. اتفضل يا طارق. مساء الخير يا فندم، مع سيادتك طارق النحاس منسق حياه كريمه بمحافظه سوهاج. احنا دلوقتي يا فندم موجودين بقريه الكوامي البحري مركز سوهاج ومعانا السيد رئيس مجلس قروي الكوامي البحري والسيد مسؤول تنفيذ المشروعات بمؤسسه صناع الحياه. عدد سكان القريه يا فندم 25,000 مواطن تقريبا. اجمالي عدد المشروعات المنفذه 6 مشروعات بقطاعات مختلفه. تم انشاء مدرستين للتعليم الاساسي، تم تطوير مركز شباب الكوامل، تم انشاء وحده طب الاسره الجديده واللي انشات وفق نموذج التامين الصحي الشامل الجديد. احنا دلوقتي يا فندم موجودين قدام مشروع سكن كريم والقائم بتنفيذه مؤسسه صناع الحياه بمحور سكن كريم. عدد المستفيدين من المشروع يا فندم 227 أسرة بواقع 1200 مواطن تقريبا. تم تطوير المنازل على مستوى المباني والأجهزة الأساسية بالإضافة لوصلات مياه الشرب والصرف الصحي. عفوا. شكرا لسيادتك يا فندم، تعليمات سيادتك. وهننتقل لمحافظة الجيزة يا فندم منسقنا هناك أحمد. اتفضل.
الخير يا فندم، مع سيادتك احمد سامي منسق حياه كريمه بمحافظه الجيزه. احنا النهارده يا فندم في قريه مسجد موسى بمركز اطفيح، معانا السيد ممثل الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والسيد نائب رئيس مجلس المدينه. احنا يا فندم تعداد القريه بيوصل ل 26,000 مواطن، اجمالي المشاريع الجاري تنفيذها في اطار المبادره هي 5 مشاريع. احنا دلوقتي يا فندم قدام مشروع محطه معالجه مياه الصرف الصحي، الطاقه الاستيعابيه يا فندم للمحطه هي 22,000 متر مكعب في اليوم، نسبة التنفيذ وصلت 45% من المتوقع يا فندم الانتهاء منها ان شاء الله في شهر 12/2021. المحطة يا فندم بتقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي على الملوثة وتنقيتها من أي شوائب تمهيدا لإعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى في مجموعة من المشاريع الحيوية. أي أمر يا فندم؟ وهننتهي يا فندم بمحافظة الأقصر ومشروع هناك. اتفضل يا محمود. مساء الخير يا فندم، مع سيادتك مهندس محمود محمد صادق منسق حياه كريمه في محافظه الاقصر. احنا حاليا يا فندم متواجدين في مركز ومدينه اسنا قريه النجوع ابلي، ومتواجد معايا يا فندم السيد رئيس القريه والسيد مسؤول شركه مياه الشرب والصرف الصحي باسنا. يا فندم عدد المشروعات الجاري تنفيذها في القريه 10 مشروعات لخدمه اهالي القريه البالغ عددهم 23,000 نسمه. حاليا يا فندم احنا متواجدين في مشروع الصرف الصحي الخاص بالقريه وتحديدا في محطه رفع صرف صحي قريه النجوع ابلي. المحطه يا فندم تم تنفيذها بتكلفة 21 مليون جنيه وبنسبة 100% لخدمة أهالي القرية. بالتزامن مع ذلك يا فندم يجري حاليا تنفيذ تطوير لشبكات مياه الشرب داخل القرية بأطوال 38 كيلومتر وبتكلفة 34 مليون جنيه لخدمة أهالي القرية يا فندم. نسبة التنفيذ حاليا في شبكات مياه الشرب 85%. شكرا. أي أوامر تانية يا فندم؟ في النهاية يا فندم حابين نشكر كل الزملاء وكل شركاء الأرض من كافة المحافظات، وكل اللي شفناه ده وكأكتر يعتبر أول خطوة على طريق الجمهورية اللي بنحلم بيها، الجمهورية الجديدة.